حبيباتي أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو اليوم عبارة عن وصفة عشاء أو غداء سهل التحضير، ما كتخليكش توقفي بزاف في المطبخ، والمكونات ديالها ماشي كتيرة. دونك كنديرو في هاد الوصفة هادي بصلة كبيرة وجوج صغار مقطعين صغيرين صغار هكذا. عندنا واحد الكفته حسب المستطاع، هذه 500 غرام، ممكن دير حتى 4 ماشي مشكل، كيلو ولا ربع كيلو حسب الافراد المتواجدين بالبيت. عندنا هنا شويه ديال الزيتون، هذا زيتون ديال الدار، هذا نص حامضه مرقده، هذا حامض المعسل كنستعمله في الطنجيه وكنستعمله في الاكل العادي لانه كيجي لذيذ احسن من العادي. هذا حتى هو داك اللي كنت درت معكم الوصفه في البيت. عندينا واحد 3 ديال البطاطات نقيتهم قطعتهم دوائر، شويه ديال القزبر ومعدنوس. بالنسبه للتوابل عندنا ملح، ابزار، تحميره، كمون، وشويه ديال القزبر مطحون، يا اما فص ثوم او شويه ديال الثوم بودره هكذا. وعندي شويه ديال الزيت كسوا زيت المائده او زيت الزيتون، كيجي مزيان. دونك هذه هي المقادير اللي عندنا، المكونات بسيطه وما كتخليكش كاع تعبي بزاف. دونك هادشي راه كيجي الطاجين رفيع ومميز. كما قلت لكم هنايا انا درت مليحه، درت النص ديال القزبر والمعدنوس اللي عندي، درت شويه ديال التحميره، درت شويه ديال الابزار، هذا شويه ديال القزبر مطحون كيعطي لذة حتى هو الاكل. ندير شويه ديال الكمون، ما نكثرش باش ما يجيناش امير. فوالا، ودرت شويه ديال الزيت، غادي نزيد واحد شويه. دونك هادي هي المكونات، كنزيد عليها واحد شويه ديال الثوم بودره او كما قلت لكم فص ثوم ماشي مشكل، بحال بحال اللي جاتكم اسهل ديروها. هي من الاحسن دائما تكون عندنا هادي متواجده بالدار، علاش؟ لان بعض المرات الثومه كتجي كتلقاها خسارات او نفق منقيعه، او كتلقى هادي اسهل رغم ان الحاجه دائما الطريه هي اللي مفيده. دونك هيا البصيره وجدتها، كنجي هنا كنوجد فوقها البطيطات، طاجين سهل التحضير ولذيذ ما كيوقفكش بزاف في المطبخ. كيكون على ودا نديرهم في الوسط. دونك مول البطاطا كنجي كنحط الكويرات ديالي، من الاحسن يكونوا ماشي كبار ماشي صغار. الكويرات ديال كفته السردين كنكبروهم، الكويرات هادو كنديروهم متوسطين. دونك البنات هاد الكفته هادي راه درت فيها ملح، ابزار، درت فيها شويه ديال الكمون، شويه ديال التحميره، شويه ديال القزبر، كيعطيها حتى واحد النكهه زوينه. اللي باغي يدير مع واحد شويه كوكا ديال السمن ماشي مشكل، كفته بالسمن كتجي مزيانه. دونك غادي نجي هنا ندير شويه ديال الزيتون، الزيتون من الاحسن يكون احمر، نبغي كتر كتر. كندير فيها شرائح ديال الحامض، كندير فيها شويه ديال الربع من الفوق، صافي احنا دونك هنا راني درت ربع من الفوق، كيجي الطاجين زوين. دونك ملي درت فيه الربع كنجي هنا كنزوق ضروري من شويه الزويقات، ندير واحد العريش ديال الازياء اللي ما عندوش
هي هانية. المهم فوالا هذا هو الطواجين ديالنا، انا غادي نحطو يطيب. كنديرو كلشي كنوجدو في الطاجين وكنحطوه يطيب فوق البوطه، ما كنقليو حتى شي حاجه. ندير واحد شي شويه ديال خويته ديال زيت الزيتون، كيعطي واحد لابغيونس وبيان سور كيعطي اللذة. هاد الطويجين صراحة كيجي رائع، لذيذ بالتوابل اللي فيه، باللحمة إلا كانت جديدة، البطيطة تاهي راه بنينة، هداك أزير كيعطيه واحد النكهة منين كيطيب، فليفلة وزيتون ما غادي يزيدوه إلا طيبة. دونك نتمنىكم تستمتعوا بيه، ما غاديش يمحنكم، سهل سهل سهل. الطويجين حطيته فوق البوطا يطيب. البنات انا الطاجين ما كندير ليه لا هاو، ما كنحطو ديريكت، كنقص العافيه، كنقص النار وكنخليه يطيب على راحته، ما كندير تحت والو. بيان سور كتجي فيه واحد شويه ديال الحرق، هذاك هو ديال الطاجين، هذيك هي، هذاك هو لو سكري، السر ديال الطويجين انه كيجي شي شويه محرق من التحت، ماشي شويه، واحد 2%. اما الا كان غير عادي جدا لا يمكن، لانه ماشي كوكوت. هذه الناس اللي كطيب وتحط في الطاجين هما اللي كيكون الطاجين ما فيه والو، اما الا طيبتي فيه ضروري واحد لي غراتينور ديال الحرق كيكونوا، سي نورمال. المهم هذا هو الطاجين ديالنا، واحد تطيب واحد 15 مينوت ان شاء الله غادي نشوفوا النتيجه النهائيه. الى فريمون زربان على الطاجين ديالك ما فك ما ينتظر، كنجيو كناخذوا شحال هذه، كنا كنديروا واحد الغطيه واحد الطبيصل من الفوق وكيسرع علينا النضج ديال الطاجين. دابا ولات موضه بابي كويسون، هاد بابي بور كنفرواسيو هكذايا كنحطو عليه الطاجين، صدقوني بانه كيطيب فرمشة تاع الطاجين. هو دا وجد بصحة والراحة. صراحة درت ليه غير 15 مينوت وطفيت عليه وخليته كيكمل الطير ديالو، طاب هو. جربوا على العشاء، سهلة سهلة. لا فان ديال لا بريزونطاسيون هي هادي، الطاجين كيجي لذيذ، راني ما درت فيه لا ما لا والو، طاب افدو بلا ما درت ليه لا حديده لتحت الطاجين لا والو. ها هو كيفاش كيجي، ها هو ما كيتحرق ما والو. بيان سور ضروري كتكون واحد شي شويه، هذا سي نورمال، الطاجين راه ماشي كوكوت هادي ولا. ها هو الطاجين كي داير، ها هو لذيذ لذيذ لذيذ، صدقوني بانه احسن طاجين في العالم. انا الاميره بلقيس، اتمنى دعمكم بالضغط على زر لايك والبارطاج مع الاصدقاء والاهل. تحيه خالصه، الى اللقاء.